السلام عليكم ورحمة الله. من الأسير المدني الصحراوي والصحفي محمد لمين هدي ضمن مجموعة تقديم زيك اللي في سجن تيفل الرهيب سيء الذكر اللي محكوم عليه ب25 سنة وفات مقضى منها 11 سنة وهو في التعذيب وفي التكارفيس. منين عاد يوم الثلاثة قال عنه يدفع إشعار عنه لا يدخل إضراب إنذاري عن الطعام 48 ساعة. منين يدفع لهم الإشعار جات مجموعة من الجلادة وتموا يبطوه لين قال عنه غيب لين قيم مات لا عرف الدنيا منين عنه وعدوا منين عقد وعليه أقداك وعليه مطروح في الزنزانة لحيته من توفى نتفو لحيته مزال هو قاعد بعقله عاقل عنه قال عن مين تفو لحيته بكلابة من الحديد نتفو بها لحيته ومن فمه هما كل نهار يعذبوه كل نهار يبطوه ذاك البط يوميا وهم يبطوه اليوم قال عنه طلبهم بالسيف المكالمة ولا عند منين قال لي اذكر البط واذكر ذاك اللي عدلوا له جاءوا قاطعين عليه يا غير ذاك اللي قال كامل مسجل احنا عندنا تسجيل وعندنا الأدلة كامل اللي قال لي كامل معروف ومنين اللي رادهم ولانا يقطعوا له التليفون قال راني ماني ظن عم تلاوي يعطوها لي منين تلاوي يقطعوا له التليفون لا هي انتشار كلامه ذاك كامل اللي رادهم ولانا وقال عنهم لا قطعوا له التليفون لا هي يدخل إضرام مفتوح إلى الموت هم اللي قال ما فيه رجوع ما فيه تراجع هو مصمم على الإضراب المفتوح عن الطعام وضري كان نطالب بإنقاذ حياة محمد لمين ونطالب بإنقاذ حياته لأنه تحت يدين الجلادة ولأنه مريض ويبتط هذا ما يقدر يعدل للإنسان الشخصي إنسان أبدا وضريك نطالب منتظم الدولة ونطالب جميع المنظمات واللي كامل فيه دمير حي بالوقوف مع أولادنا بطلاق صراحهم من السجون المغربية وبإنقاذ حياة محمد لمين هدي ونحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية اللي كامل وقع لأولادنا نحمله للدولة المغربية وكل الوطن والشهادة.